تاني لفريق سكر الحمدية. بنقول لك النهارده مباراة كبيرة مع فريق دمنهور، شايف استعدادك للمباراة النهارده ازاي؟ بنحاول نجتهد فريق دمنهور احنا عندنا ظروف خاصة ما بنلعبش ضد العاملين، والحمد لله يعني في عندنا سنتين ثلاثة بنحاول نحافظ على وجودنا في الدوري، احنا مؤسسين اللعبة، لكن في ظروف عندنا فرق يعني بنلعب بالعاملين وأبناء العاملين يعني والحمد لله بالحظ وإن شاء الله نعمل نتيجة كويسة. هل المركز التاسع لفريق شكر الحمدية بيرضي طموح الإدارة والمدير الفني كابتن سعيد مرعي؟ مفيش طموح بس أنا كمدير فني عمره ما يرضي طموحي، أنا بمرن لعيبة بالشركة عمال أساسا بحاول فعلا مع الخماسي اللي عندهم كورة عندهم ملعب عندهم خماسي لعيبة حتى اللي هي لعبة خماسي السن فيه يعني حابب لك من أبناء العاملين برضه دي بشتغل على تكتيك معين إن أنا أحافظ على وجودي في الجدول لأن تحسن الأوضاع فيرضيني المركز التاسع يعني كده المركز التاسع على الورق الحمد لله في الدوري كل مصر عارفة إن السكر في الدوري رقم 12 الحمد لله بقى لي 4 سنين إن أنا بحط السكر إن أنا ما أنزلش شايف إن لعبة كرة الصلاة بتلقي اهتمام المسؤولين في مصر وشايف إن اللعبة إيه اللي محتاجاه الفترة اللي جاية علشان تكون بشكل أقوى؟ يعني اللعبة الوحيدة في مصر اللي مهملة بمعنى الاتحاد هاملها، الأندية هاملاها، إعلام هاملها، رغم إن اللعبة الوحيدة اللي واصلة كأس عالم كام سنة ورا كام دورة ورا بعض، اللعبة الوحيدة اللي مصر تقدر تحقق فيها مركز في كأس العالم لأن دي تعتبر يعني لعبة شعب وإحنا عندنا ما شاء الله عندنا بطولة بس محتاجة شوية تنظيم نقدر ننافس على بطولة في كأس العالم لو في اهتمام وفي حد في أرضنا او اداره انديه لعبه بتتلعب في شهر معانا حاليا امهر لعيبه مصر في الكوره في مصر اشكرك كابتن سعيد الكابتن نبوي محي الدين المدير الفني لفريق العاب دمنهور استعداد النهارده لفريق سكر الحمديه شايف ازاي؟ والله الاستعداد زي كل مباراه مخصوص دراسه بدليل ان سكر الماتش اللي فات اتعادل مع المتواضع المتواضع كسبان الماتش اللي فات فالدوري ده لا ما نغش الفرقه اللي بتعمل مجهود وبتبذل مجهود هي اللي بتكسب كل مصر. يمكن فريق العاب دمنهور الموسم الماضي نهائي في المركز الرابع، الموسم الثالث، الموسم ده هو الفريق في المركز الخامس حتى الان، ايه طموح الكابتن النبوي الفتره الجايه في الدوري؟ ان شاء الله في اجراءات مؤقته يعني هستخدم السنه دي اصابات لعيبه ولاعيبه سالمين عنها وبتاع ف يعني السنه دي قلنا شويه بس ان شاء الله نفنش ربع باذن الله. نشكرك يا كابتن بنك التوفيق الفتره الجايه. الكابتن ابراهيم فوسطى لاعب فريق العاب دمنهور وحارس مرمى منتخب مصر النهارده استعداد لفريق سكر الحمديه شايف ازاي؟ والله الحمد لله وشكرا لله احنا ربنا كرمنا الماتش اللي فات مجهود الفرقه ومجهود الجهاز الفني وباذن الله احنا باذن الله ربنا باذن الله هيكرمنا النهارده وهنكسب برضه بفضل ربنا والمجهود الجهاز الفني واللعيبه كمان ان احنا اجتهدنا جامد السنه دي وضغوط جامده علينا ومن بره ومن جوه الفرقه ومن بره النادي فالحمد لله والشكر لله ربنا كرمنا وهيكرمنا برضه باذن الله ونعمل مركز كويس باذن الله الدوري ده باذن الله. شايف ان الفريق في المركز الخامس يرضي طموح الكابتن ابراهيم وشايف ان الفريق ممكن يحقق مركز افضل في الماتشين القادمين؟ باذن الله ربنا هيكرمنا باذن الله وفضل ربنا وفضل مجهود اللعيبه والمدير الفني ربنا هيكرمنا باذن الله الماتشين الجايين وهنعمل مركز احسن من المركز اللي فات باذن الله. بشكرك يا كابتن ربنا يخليك كابتن الناس على طول بتتلعب عند اللاعب سعيد محمد مره ثانيه السامبو بيوسع لنفسه عايز يدور على حد يلعب له تسديده قويه يا ولا الله عليك يا ولا يا سامبو هدف جميل وهدف روعه السامبو بيفتتح اولى اهداف العاب دمنهور بعد مرور 14 دقيقه كده و43 ثانيه بينجح اللاعب السامبو رقم 14 في تسجيل اولى اهداف اللقاء لالعاب دمنهور السامبو كره عند عمرو عشبه تطول مره ثانيه عند السامبو بيعدل نفسه عايز يشوط تسديده قويه يا ولد يا ولد يا ولد هدف جميل وهدف روعه من اللاعب سعد محمد سعيد رقم 19 بعد مرور كده 13 دقيقه و29 ثانيه بينجح اللاعب سعد محمود سعيد في تسجيل هدف ثاني لفريق دمنهور بدايه قويه كده لفريق العاب دمنهور بيحرز هدف ثاني اللاعب سعد محمد سعيد عند اللاعب محمد احمد سيد تسديده قويه وخش جول 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 هدف اول لفريق سكر الحمديه كره كده بتخبط في اقدام اللاعب خالد مارادونا وتباغت مرمى فريق الحارس السامبو البينيه عند خالد مارادونا خالد ومعاه محمد احمد عدى خالد مارادونا ممكن يسدد خالد
خالد خالد اكتر من ترقيص عامل خالد مارادونا في ركله الجزاء. ركله جزاء بيحتسب الكابتن هبه محمد. كابتن هبه محمد على طول بيحتسب ركله جزاء واعتراضات من فريق سكر الحوانديه. ركله جزاء لفريق العاب دمنهور. اعتراضات من الجهاز الفني لفريق سكر الحوانديه. خالد مارادونا على تنفيذ ركله الجزاء داخل خالد مارادونا والهدف الثالث. الهدف الثالث لالعاب دمنهور. خالد مارادونا رقم 10 بينجح في تسجيل ركله الجزاء ويسجل بيها هدف ثالث لصالح فريق العاب دمنهور. 3-1. 10 دقائق و23 ثانية على نهاية الشوط الثاني. أصبحت النتيجة التقدم لألعاب دمنهور 3 أهداف. خالد ومعاه بيرقص ترقيصة جميلة. عدى خالد ومر تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء. ممكن فرصة رابع. الله 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 عليك يا عمرو يا عزبة. بنسجل هدف رابع لألعاب دمنهور. هدف جميل من اللاعب عمرو عزبة. تمريرة بينية كده اتعملت من خالد مارادونا عند عمرو عزبة على طول بيسجل بيها هدف رابع. ثواني خلاص كده لحظات على النهاية. تمريرة بينية عمرو عزبة بيسدد مرة تانية ترجع والخامس. الخامس لكن على طول مع صفارة النهاية 5 أهداف لهدف. بتنتهي لقاء اليوم. بيرتفع رصيد فريق العاب دمنهور للنقطة 32 ويظل رصيد فريق سكر الحوانديه عند النقطة 17. الكابتن محمد سعيد الصنبو لاعب فريق العاب دمنهور بيقول لك النهارده مليون مبروك فوز النهارده على فريق سكر الحوانديه ب5 أهداف لهدف وهدف جميل في لقاء النهارده. الله يبارك فيك يا كابتن. الحمد لله توفيقنا من ربنا واللعيبه والله رجاله الحمد لله رب العالمين. الجهاز موفر كل حاجه ونحمد ربنا على المكسب. السنه دي والله دمنهور احنا يعني كلعيبه اللعيبه ايه مفيش تمارين يا كابتن. ما بتمرنوش تمرين طول الموسم. في لعيبه في الجيش. انا عسكري في الجيش ومعانا خالد عسكري في الجيش ومعانا ناس موظفه وبنيجي على الماتش على طول. بنحمد ربنا على ده ونحمد ربنا على النتيجه. دمنهور الموسم الماضي حقق المركز الثالث. دمنهور الموسم الحالي في المركز الخامس. شايف ان دمنهور هيقدر يحقق مركز اكتر من كده في الماتشات القادمه؟ والله كابتن احنا السنه اللي فاتت كان معانا قوام كويس. كان معانا اكتر من لعيب. كان معانا بدل الاربعه اللي في الملعب 8 بره الحمد لله رب العالمين. بس في لعيبه طلبت مننا ان هي تلعب السنه دي 11. فالكابتن طبعا الناس ديت كرم منه ان هو قال للناس ديت هتمشي فري مفيش مشكله والناس ماشيه. فاحنا ما كناش 4 لعيبه السنه دي 4 لعيبه بس اللي موجودين. فنحمد ربنا برضه. رايك في اللقاء النهارده شايفه ازاي؟ والله كابتن يعني انا اسف يعني الحكام حاجه صعبه قوي كابتن. الحكام حاجه صعبه قوي. الماتش اللي فات كابتن الشمس بتلعبنا هنا الماتش رايح جاي بس برضه الحكم جه عليهم ظلمهم. بلانتي لينا بصراحه وبلانتي علينا ما اتحسبش فبتغير طبعا في نتيجه الماتش ده. ماتش خماسي كوره هنا بتخلص ماتش كوره هنا بتخلي الماتش في الملعب. اشكرك كابتن محمد وبنك التوفيق في الجاي. ربنا يخليك كابتن. شكرا. الكابتن سعيد يوسف المدير الفني لفريق سكر الحوانديه بنقول لك النهارده هارد لك اداء جيد في لقاء اليوم ولكن الخساره في نهايه اللقاء. الحمد لله. هنكسب ازاي وفي حكام في مصر ما بيعرفوش قانون؟ حكم مش عارف قانون اللعب. اقول له يا كابتن لو طلعت من ايد الجول ما يستلمهاش في اي حته في الملعب. يقول لي لا ده هو القانون كده. يا كابتن اقرا في القانون. اسال الحكام. الحكام مش عارف. بين لينا في الشوط الاولاني وبين لينا في الشوط الثاني ما فيش. الحكمه دي متعوله عليا ثالث ماتش على ايدها. انذارات بلينات كل ماتش تدي عليا بلين من الهوا وانذار وطرد. مش عارف الحكمه دي جايبينها تتعلم مع سكر الحوانديه. والحكم الثاني مش عارف. يا كابتن واديك شايف هم بيزعقوا. انا ما فيش واحد في الدكه عنده مقدر ينطق. اللي بينطق بره على المدرب. احنا شركه محترمه ونادي محترم وما بنعلقش اعلق بقى الحكام بعد الماتش. قاعدين بقول ابعد واحس لو الحكام لا تفقه في قانون اللعبه شيء. وانا اتحدى اي حد في مصر يجي يتحداني دلوقتي في قانون اللعبه. اذا كان في 5-6 حكام في مصر هم اللي يعرفوا والباقيين يا ما هذا اللي بتحصل في الاستمرار. ممكن شايفين النهارده استحواذ لفريق سكر الحوانديه على معظم احداث المباراه. فرص كتيره ضيع للجول وخساره جول. يعني معلش اللعيبه اللي عندنا اذا كان عندنا لعيبه 65 ولا حاجه والباقيين ايام صغيره بنحاول نعلمها اكثر لان ظروف الشركه ما تجيبش لعيبه من بره. كل مصر بتشتكي من قله الامكانيات وانا اقول العب بدون امكانيات تسمحوا لي اعمل لعيب. انا عندي 3-4 لعيبه دلوقتي بيلعبوا في اعلى عندي في مصر في المنتخب. انا مطلعهم على الاقدام جايبهم من الشارع بدون ببلاش. كل المدربين في مصر عايزين امكانيات عايزين اقول لهم بدون امكانيات انا عندي الصلاه اسمحوا لي وانا اقدر اعمل جيل منه 3-4 في المنتخب في كاس العالم الجاي.
ولاعيبه ما لعبتش في مسائل، لكن هي ظروف الشركه عندنا منعت القصه دي. لك النهارده على المباراه.